السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد العزيز حسن. زي ما احنا قلنا قبل كده في الدروس السابقة، احنا لو احتاجنا أي باكج هنسطبها. فأنا كنت محتاجين باكج لللودينج، يعني لما تيجي تعمل أي حاجة يبقى في لودينج كده، بورد مثلا أو لودينج، يقول لك لودينج تبقى متوافقة مع الفيو وتنفع تشتغل مع الفيو. طبعا أحاول على قد ما أقدر إن أنا أشتغل دايما بالحاجات الخاصة بالفيو، لأن أنت لو عملت حاجة جافا سكريبت أو جيكويري أو هيبقى في صعوبة في إن أنت تعملها انتجريتد مع الداتا اللي بتخرج من الفيو. طيب في هنا بلوجن اسمها فيو لودينج، تعالى ناخدها كوبي ونحطها في الام بي ام بتاعتنا. طبعا دي ام بي ام فيو لودينج سيف ديف. استنى بس لما خلصت تنصيب، هي طبعا سهله جدا جدا جدا. شوف دلوقتي سويت مالس وليتها، وممكن يستخدمها في اي كومبوننت كمان. دي الحاجه كويسه يعني. اوكي كده استطبت، تعال نشوف ازاي تستخدمها. اولا هتعمل لها امبورت جوه الكومبوننت بتاعك، فتيجي في الكومبوننت بس بتاع الاد روم، لان كده كده هحتاجها في الاد روم عشان لما ادوس على الزرار يعمل لي لودنج ان هو انا بضيف لسه القصه. تمام، وهستخدم اللي هو اوبشن اللي هو بتاع دايركتيف ده هنا بالشكل ده. تمام، بعد كده هعمل بس الاول دي فانكشن وبتريتيرن اوبجكت. تعالى هنعمل متغير اسمه is loading. is loading الايز لودنج ده في الديفولت هياخد فولس، يعني مفيش اصلا لودنج في القصه. طيب تعال نرجع هنا، هتلاقيه بيقول لك ده التمبلت بتاعها بشكل حضرتك شايفين ده. ناخدها كوبي ونروح نحطها هنا، ونحط الشغل بتاعنا كله جوه الدفايه اللي هي بتاعت اللودنج. تمام، طيب وده بياخد لودنج بليون. تمام، فانا هديله الايه الايز لودنج بتاعتي. فلو هي is loading بتساوي false الديفاي هتبقى شغاله عادي، لو بتساوي true هيبدا يظهر اللودنج. طيب انا عايز انت يظهر لي اللودنج، عايز يظهر لما ادوس كليك على الزرار بتاع السبمت. فانا هقول له هنا كليك اد روم، يعني دي في غرفه. تمام، هبدا اعمل الميثود دي هنا. اقول هنا اسم الميثود بتاعتي اللي هو اد روم، وابدا اعمل فانكشن. اقول له بس بعد اذنك، انا كل اللي انا عايزه منك بشكل مؤقت ان الايز لودنج دي اهي is loading with equal true، يعني شغال لي اللودنج ده. تعالى نعمل فريش ونجرب تاني فيه. هل انا مشغل الجلب ووتش؟ لا مشغلتش الجلب ووتش، شغاله عشان يعمل لي بس ريفرش للملف بتاعتي. اوكي كده تمام. تمام بشكل طبيعي، اول ما اخش على الاد روم مش هيبقى في مشكله خالص، اول ما ادوس اد هيظهر لي عمليه اللودنج وهيتعطل لي الدفايه كلها، مش عارف اعمل حاجه. تمام، طيب في نقطه صغيره بس انا عايز هنا اعمل هنا قبل الكلام ده كله هنا رو. تمام، لو الدفاية فيها كلاس مرو باخد كل الكلام ده احطه جواها، وهنا اديها كلاس كل الجي. طيب شيك مرة تانية عشان يبقى بس في هنا زي ما انتم شايفين في بادنج، مش زي المرة الأولانية كانت لازقة في بعضيها كده، بقى في بادنج بقى شكلها أنضف شوية. تمام، طيب ده كان بالنسبه للاد اللي هو اللودنج. المره الجايه ان شاء الله هنعمل حاجه ثانيه، وبعد كده باذن الله نبدا نعمل موضوع نبعت بقى للداتابيز ونسيف في الداتابيز. يلا شوفوا نفسك جاي، السلام عليكم.